رانا متواجدين بدار البيئه بمدينه تيبازا، وهذا لمتابعه التكوين الذي يجريه الصيادين على مستوى هذا المركز. هذا حوالي 65 صياد راهم يشاركوا معنا في هذه الدوره التكوينيه الخامسه اللي تمتد الى 3 ايام، منها يومين نظريين ويوم تطبيقي. حاليا ولايه تيبازا راهي سلمت 244 رخصه صيد بيرميتشاس في انتظار يعني اصدار اجازه الصيد حتى يسمح لهذا الصيادين بمزاوله هذا النشاط. هذا التكوين هذا الله يبارك راهم يعرفوا القوانين ويعرفوا واش معناه الصياد، ويعرفوا الصياد واش يستعمل واش يصيد واش ما يصيدش، واش يعني استفدنا من هذا التكوين حاجه مهمه. كاع الذئب ما ينفعش يقتلو، الثعلب الزردي ما ينفعش يقتلو، فينا المستفاده الناس باللي لا الذئب يعني حيوان اللي يستوبي لي مرضي، يوقف الامراض، يقضي على كثير من الامراض، هذه واحده. ثانيا حيوان ينظف الغابه، زوج. الزردي ثاني في نفس الوقت، تتفق معايا في هذه؟ بالاضافه لهذا الحفاظ على البيئه، يعني الصيد العشوائي باش ما يكونش كاين ما يسمى بالصيد العشوائي، بمعنى بلغه بسيطه يولي الصياد يمارس هوايه ما يديرش كارثه.